السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل حبايبنا وكل متابعينا، أهلا بكم في جولة جديدة في السوق التونسي الحضاري للموبيليات وفي كل حاجة. هنصور هناك إن شاء الله فيديوهات كتير وهتعرفوا على كل حاجة هناك، مش موبيليات بس، لأ ده شامل كل شيء ممكن تتخيلوه. هنبدأ بسفرتنا ديت، وسفرتنا ديت زي ما انتوا شايفين كده البوفيه بتاعها كبير جدا، وبالمراية هتشوفوه معايا دلوقتي. وهنرجع للصالون ده بعد كده، الصالون ده بستة بس في كلام تاني طبعا، في فصال هناك طبعا، وانتوا بشطارتكم طبعا بتنزلوا جامد. وهنا اوضة اطفال، الاوضة دي خشب جميل جدا، وفي اوضة النوم ديت. بصوا المساحة دي بتاعت الدولاب دي ب15 عشان دي خشب زان كونتر، هتشوفوا الفرق بينها وبين الجديد. الجديد ارخص من ديت، بس عشان انتوا شايفين الخامة وبتفصلوا معاهم، يعني هما بيقولوا كده 15 لكن انتوا بتفصلوا معاهم طبعا كتير طبعا لحد ما توصلوا بالسعر المناسب اللي هي يعني الحاجة يستاهلها. وخدوا معاكم نجار وشوفوا الخامة وشوفوا هو يقول لكم ايه، والحاجة بتدل على نفسها. يعني هو كان قايل الصالون بستة، انتوا شطاركم ممكن تنزلوا معاه، يعني تنزلوا معاه كتير مش قليل. انتوا عارفين طبعا السوق بيبقى مريح الايام ديت، وهم عاوزين يبيعوا. وهنا السفرة ديت الكاميرا ظلماها، هنا الكراسي دي ذهبي، السفرة دي زي ما انتوا شايفين كده الكراسي بتاعتها بكذا حتة منها، النيش والبوفيه بتاعها الكبير، النيش اهو. السفرة صراحة تحفة، يعني بصوا الشغل اللي فيها. مش عشان بصور، يعني انتوا لما تروحوا هناك ان شاء الله هتشوفوا الحاجة دي يعني تستاهل ولا لا. الواحد يعني بيقول الحاجة، لو الحاجة حلوة بيقول عليها حلوة، لو وحشة الواحد بيقول عليها وحشة، مش عشان لايكات او مشاهدات لا. بصوا الأوضة دي، وهصور فيديوهات تانية، استنوني في فيديوهات قادمة ان شاء الله في اسعار ارخص من ديت. هنجيب الرخيص وهنجيب الغالي، في ناس بتحب الحاجات ديت وفي ناس بتحب الارخص، يعني احنا هنجيب كل الاسعار عشان ما فيش حد يقول مثلا ده غالي وكده، لا ده الشوفيز بس. هما بيقولوا على عسكري بتاع الاوضة، وهنشوف الاوضة ديت. وهروح للصالون، الأوضة دي ب13 برضو فيها كلام لمتابعين القناة، يعني انت لو رحت وقلت احنا متابعين القناة ليكم سعر خاص غير الفصال طبعا. بصوا ده بيبقى خشب زين، الخشب ده انت عارفين الأوض دلوقتي عشان الأسعار غالية جدا، في الأوض بيعملوها خفيفة جدا، فالحاجات دي بتبقى الأوضة. في ناس بتبقى عاوزة الحاجات دي، ممكن واخدة فيلا، فالفيلا بتبقى مساحتها كبيرة، عاوزة حاجات كبيرة، شقق كبيرة، فاحنا هنجيب كل حاجة ترضي جميع الأذواق. يعني برضو ان شاء الله استنونا الفيديوهات القادمة، هنجيب لكم كل اللي انتوا عاوزينه وكل الأسعار. هنا الصالون دوت كان عامل 12.5، طبعا في فصال جامد طبعا، يعني هو بيقول 12.5، يعني الأسعار دي غير ما بتروحوا هناك طبعا وانتوا شطارتكم. هو عند الحاج عادل التهامي، هو معروف صراحة، معاملتهم كويسة جدا، الناس يعني ذوق. بص الشغل اللي في الصالون ده، كاميرا ظلماه، ده الشغل دوت يعني الصالون ده عاوز بس حاجة يعني يعني يترش مثلا او يدهن، يعني ايه مذهب، حاجة مذهبة زيه كده، يعني رش بس مذهب، يعني ممكن تعملوه في البيت وممكن هما بيعملوه، تعيدوا على اللون بتاعه. الشغل ده شغل هاند ميد دوت، شغل يدوي. على فكرة الحاجات دي الستيل بتبقى قيمة وخامتها بتبقى جامدة عن المودرن. المودرن طبعا انتوا عارفين مش مضمون دلوقتي، فاللي هياخد الصالون ده هو بس رش بس ذهبي او هما بيدهنوا هناك. بصوا يعني شكله
وهنا ده برضه بيقول بستة، بس طبعا ده في كلام طبعا يعني بستة كتير عليه برضه. وهنا اللي عاوز حاجات لشغل المكاتب، بصوا الكراسي للمكاتب يعني حاجة متينة جدا، يعني اللي بيعمل مكتب جديد يجي ياخد كل حاجة من هنا. والكراسي الفرنسية وديت برضه، بصوا الخامات يعني عاوزة كنبة شدة بسيطة بس، الكراسي دي بحالتها. والمكتب ده بصوا الكراسي ديت جديدة بورقتها، هما عندهم المستعمل وعندهم الجديد. سوق التونسي ماشي كله على كده، عندهم المستعمل وعندهم الجديد. وهنجيب لكم برضو المستعمل وهنجيب لكم الجديد برضو، هنجيب ان شاء الله بعون الله كل حاجة هناك. هننقل الصورة حية من هناك ليكم، وطبعا اللي بيروح ياخد معانا الجار يكون بيفهم برضو في الخشب، لان انتوا هتدفعوا فلوس طبعا، فلوس كتير، فطبعا لازم تكونوا واخدين معاكم حد بيفهم في الحاجات دي، ونقل وشحن وكده، فبرضو يعني الحاجات دي بتتكلف. وهنا برضو الدولاب دوت بتاع الكتب والمستندات شامل المكتب اللي بيكمل أدوات المكتب. وهنا برضو النيش دوت، النيش ده جميل برضو، والنيش اللي قبليه برضو الذهبي برضو. وهنا الكراسي برضو، يعني في حاجات مش هتلاقوها غير في السوق التونسي الحضاري ده، التمثيل التمثيليات والدراما والدراما والحاجات دي بيجي ياخدوا منهم الصالونات، بيجي ياخدوا منهم الحاجة ده عاوز يتشد. بصوا ده أرخص السعر برضو، والأوضة اللي هناك دي برضو السفرة دي غير السفرة اللي احنا شفناها. بص السفرة ديت ده شغل كلاسيك ستيل، عشاء كلاسيك وقلت النوم دي برضو خشبها جميل جدا، تقيلة خشب تقيل، الحاجة تمسكيها مسكوها تقيل جدا تقيلة جدا. دي جرار اللي عاوز رقم التليفون يقول لي وانا هسيب لكم رقم التليفون برضو. واشوفكم في رعايتكم.